احنا اخر شيء صارت صار عندنا امور يعني كنا متفقين عليها لكن نريد نخليها رادعة وهي الدق بدون علم العشيره. هذا الدق بدون علم العشيره متفقين عليها، هذا متفقين عليه انه هو شيء يصير تبعات على هاي القضيه انه هو يشيلها وحده، ونريد نخلي امور ثانيه. مثلا اللي يدق بدون علم العشيره، اول شيء السلاح يسلم للدوله، المال عشيره اللي دق بي يسلم للدوله، وثاني شيء اللي يدق شعباوي ايضا يطالب بالسلاح ويسلم السلاح، وايضا باتفاق الطرفين هم يسلم للدوله السلاح، ينوخذ ويسلم للدوله للطرفين. اول شيء للرد ما الدقة العشائرية هاي صارت عفوا بها قانون، صار بها أربع إرهاب وفعل ما ترهم ببغداد، الدقة العشائرية ما ترهم ببغداد، صارت غير أمور وغير تحديثات بهذا الموضوع، وأنا أريد أسمع رأيكم في هذا الشيء إذا توافقون فيه حتى بعدني بشعب. لا لا لا.